مشاهدينا السلام عليكم، نبارك لكم هذا الفوز والتتويج بكأس خليج 23. نبارك لأنفسنا جميعا هذا الإنجاز، ومن مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة ونبدأها بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني توج بكأس خليج 23 بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بضربات الترجيح. فرحة عارمة تعم السلطنة بفوز منتخبنا الوطني بكأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه. وسط إنجازات مشهودة، شرطة عمان السلطانية تحتفل بيومها السنوي والذي يصادف الخامس من يناير من كل عام. مشاهدينا، وفي أخبارنا الاقتصادية نتابع انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بمقدار 1.4% الشهر الماضي. أهلا بكم. توج منتخبنا الوطني بلقب كأس الخليج 23 بفوزه على المنتخب الإماراتي بركلات الترجيح في المباراة النهائية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. منتخبنا تسيد مجريات اللقاء منذ البداية حتى النهاية، لكنه عجز عن ترجمة الفرص إلى أهداف ليتمكن بواسطة ركلات الترجيح من حسم المباراة لصالحه بعدما تصدى الحارس فايز الرشيدي للركلة الترجيحية الخامسة التي نفذها عمر عبد الرحمن. بهذا الانتصار يحصد منتخبنا لقبه الثاني في بطولات كأس الخليج بعد فوزه باللقب في مسقط عام 2009. المشهد يصعب وصفه، مبروك من جديد، نستحق هذا النجاح الكبير، منتخبنا الوطني وبطولة الخليج الثانية بعد أن كانت الأخيرة في خليج 19. بهمة الرجال نعم وعزيمة الرجال يأتي النجاح ويتحقق الإنجاز. لحظات من الفرح، لحظات من السرور يعيش اللاعبين والجماهير وجميع المشاهدين. إذن هكذا مشاهدينا كما تشاهدون الآن هذه الفرحة والتتويج، وعلى الهواء مباشرة من هناك من دولة الكويت منتخبنا الوطني وهو يحتضن كأس الخليج 23 بفوزه وتتويجه في المباراة الختامية على المنتخب الإماراتي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. الجماهير الحاضرة هناك في هذا الأستاد وبهذه المؤازرة وبهذا الحضور الذي حقيقة قدم فيه الجمهور الدعم الكبير والمساندة الفاعلة والتي توج بها بهذا الفوز والنصر لمنتخبنا الوطني. وأيضا هنا في السلطنة الجماهير بانتظار وصول منتخبنا الوطني، وستكون هناك احتفالات ستعم بلادنا الحبيبة من أقصاها إلى أقصاها، مسيرات أيضا حاضرة وأيضا حضور جماهيري في مختلف المحافظات. الآن الكأس الغالية ترفع من قبل المنتخب الوطني وأيضا أعلام السلطنة ترفرف عالية هناك، وصور مولانا حضرة صاحب الجلالة الذي نهدي له هذا الفوز
ولوطننا الغالي ولأبناء عمان الأوفياء جميعا المتواجدون هناك وأيضا الجماهير الموجودة هنا. إذا مشاهدينا كما تشاهدون هذه لقطات مباشرة لهذه الفرحة من هذا الأستاذ في دولة الكويت. ينضم معنا الآن من مدينة صلالة من محافظة ظفار مراسلنا حسن جعبوب. حسن مساء الخير. خلينا قصوت. مساء النور. مساء حسن هل تسمعني؟ مساء تتويج بلقب كأس الخليج. نعم أسمعك. خلينا قصوت. تفضل إذا صف لنا. نعم الفرحة هناك في محافظة ظفار حسن. هي الأجواء سعيدة كما أنت تشاهد هنا من قلب ولاية صلالة. اللقب الثاني بعد هذا التتويج وهذا المشوار الحافل كان المجد من دولة من وطن النهار من الكويت. الأفراح كلها ستبدأ من الآن إلى منتصف الليل. نعلم بأن الفرحة ستستمر أكثر وأكثر إلى أن يتوج إلى أن يأتي منتخبنا إلى مسقط. أجواء لا توصف ستستمر إلى منتصف الليل. جماهير وأجواء سعيدة جدا. نعم لحظة التتويج حسن كيف كانت هناك؟ يعني بهذه الركلة التي توجت منتخبنا الوطني بهذه الكأس. حبست الأنفاس بعد ركلة الجزاء التي أضاعها اللاعب عمر عبد الرحمن في الشوط الثاني، ولكن عادت الروح مرة أخرى إلى أن وصل الفريق إلى ركلات الترجيح، وبعد ذلك أتى الحسم من اللاعب محسن جوهر الذي جوهر وطننا الحبيب بهذا الكأس الغالي. هي الفرحة، هي فرحة لا توصف، يمكن أن نتحدث عنها طويلا مرارا وتكرارا. إذا إن شاء الله هي فرحة مستمرة حسين، وشكرا لك. سنكون متواصلين معك إن شاء الله في ربط آخر. حسين جعبوب كان معنا من محافظة ظفار، وهذه الفرحة المستمرة في ربوع وطننا الغالي. وأيضا متواصلين معكم مشاهدينا الأعزاء، وننتقل إلى محافظة مسندم. نعم من الجنوب إلى أقصى الشمال في محافظة مسندم ينضم إلينا مراسلنا نجم بن عبد الله الشحي. مساء الخير نجم. نجم. مساء النور، مساء الانتصارات، مساء أحمر، مساء جميل حقيقة، مساء تتويج منتخبنا الوطني بهذه البطولة الغالية تماما في ثاني بطولات الخليج بالنسبة لنا كعمانيين. الحمد لله رب العالمين أنصفتنا كرة القدم أخيرا بالفعل من خلال تتويجنا اليوم بهذه البطولة. ومن وطن النهار سيطلع النهار إن شاء الله غدا وعمان بطلا للخليج. أفراح كبيرة جدا هنا في ولاية خصب حقيقة. المسيرات استمرت منذ انطلاقة صافرة النهاية أو الركلة الأخيرة، وكانت المسيرات مستمرة ولا تزال مستمرة في أرجاء مختلفة في ولاية خصب، وستمر الكثير بالتأكيد أمامنا المسيرات بعد قليل. ولكن الآن ربما الجميع انتقل إلى المسيرات، ومعي أحد ضيوفي على السريع هنا، معي مدرب نادي خصب وفريق الحال الأهلي في خصب الأخ عبيد سيف. عبيد يعني فرحة لا توصف، ماذا تقول أنت كمدرب أيضا شاهدت المنتخب في هذه البطولة؟ أول الحمد لله رب العالمين على هذه البطولة، البطولة الثانية في تاريخنا كعمانيين. وحقيقة المباراة كان صعب على المنتخبين، وإحنا كنا كجماهير متابعين للمباراة على أعصابنا وبحر من الجمر، خاصة ضياع وإهدار الفرص الكثيرة لمنتخبنا ولم تستغل. ولكن في النهاية نقول الحمد لله رب العالمين على هذا المجهود، توجنا كأبطال الخليج، ويهدي هذا الفوز للمقام الأول مولانا حضر صاحب الجلالة الداعم الرسمي والداعم الرئيسي للرياضة في عمان، ويهدي هذا الفوز أيضا إلى جميع الشعب العماني بهذه البطولة الغالية. نقطة التحول ركلة الجزاء التي أهدرت في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني، كيف كان شعوركم أنتم كمتابعين للمباراة؟
والله كان شعور لا يوصف، كنا خلاص كنا نفقد البطولة حقيقة، ولكن التوفيق من رب العالمين وتوفيق من حارسنا السوبرمان الطائر الجميل فايز الرشيدي خرب أو أعادنا إلى البطولة مرة ثانية وإلى وصولنا إلى ضربات الحظ الترجيحية. وفي ركلات ترجيحية أيضا أعادنا أو أعاد لنا فايز الرشيدي البطولة من جديد، تكون الثانية في خزائن الاتحاد العماني وخزائن عمان، بطولة ثانية للخليج. هذه بعض المشاعر هنا في ولاية خصب في محافظة مسندم، ومثل ما ذكرت أن المسيرات مستمرة كل يعني بين الفينة والفينة تكون هناك مسيرة لأبناء الولاية، وأيضا تصلنا الأخبار من ولايات مدحة ودبا وبوخة، أيضا هناك مسيرات حاشدة للجماهير، الكل يخرج فرحا وسعيدا وبسرور حقيقة بهذا التتويج وهذا الفوز وهذا الانتصار. نجم الشحي من محافظة مسندم، شكرا لك. عهد النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، عهد صعدت فيه السلطنة وتفوقت في مختلف المجالات، الرياضة العمانية والتطور الذي شهدته في ظل القيادة الحكيمة للقائد المفدى حفظه الله، والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عهد النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، عهد أخرجنا من ظلام دامس إلى نور أنار بنا الطريق نحو حب الوطن وقائد الوطن، تنمية مستدامة تحتفي بها سلطنتنا الحبيبة، تطور في مختلف المجالات، وسلام وأمان هما عنوان مكان السلطنة الاستراتيجي من خلال دورها الحضاري وموقعها الجغرافي وعقيدتها الراسخة وأنماط حياتها المتشابهة. ومن منطلق الاهتمام السامي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه باني النهضة المباركة، تحظى الرياضة العمانية باهتمام ومتابعة بالغة في مختلف أنواع الألعاب، لا يكل ولا يمل الشباب العماني في إفراغ طاقاتهم الإيجابية نحو بناء الوطن بسواعد قوية لا تعرف إلا معنى الإخلاص والتفاني في العمل، فقد حرص مولانا جلالة السلطان المعظم على دعم الرياضة العمانية في مختلف المجالات، وما تحقق اليوم من إنجازات جماعية وفردية هو نتيجة التوجيهات السامية للشباب العماني لبذل المزيد من الجهد، وهم يحملون على عاتقهم أمانة الوطن وعلم السلطنة. مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم منذ انطلاقاتها وحتى الآن خير شاهد على ما تحظى بها الرياضة العمانية من الاهتمام السامي، فجلالة السلطان أيده الله كان يحضر النهائيات في رسالة واضحة منذ العهد الزاهر أن هذه المناسبة هي غالية، كيف لا وهي تحمل اسم القائد المفدى فسميت بالكأس الغالية، هي الغالية والأغلى في قلب كل عماني. كما تعددت المسابقات الرياضية والتي تحمل اسم جلالة السلطان المعظم مثل كأس جلالة السلطان للهوكي، وكأس جلالة السلطان المعظم لسباق الخيل، وكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن، وغيرها الكثير من المناسبات التي إذا جاء يومها فهي تسعد كل عماني، وفيها يحتفل أبناء السلطنة معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بكل مناسبة رياضية تحمل الاسم الأول في عمان مولانا السلطان المعظم. كما كرست الحكومة الرشيدة جل اهتمامها بالعنصر الشبابي، فكانت للمرأة مشاركة أيضا في المناسبات الرياضية، فشاركت في المناسبات العالمية، فاللجنة النسائية بوزارة الشؤون الرياضية لا تأنف أن تقيم مناسبات رياضية مختلفة، كما أنها تستقبل المناسبات الخليجية. الرياضة العمانية كل عام يختلف عن الآخر، وتطور في ظل النهضة المباركة والتاريخ ما زال يسجل ذلك، ليكون لرياضتنا علو يعتلي بعالم السلطنة ليرفرف عاليا في سماء الدنيا. الكرة في ملعبهم مقولة قالها باني عمان وباني النهضة المباركة جلالة السلطان المعظم حفظه الله، فكان شباب السلطنة على قدر من المسؤولية وهم يحملون على عاتقهم أمانة الوطن وشرف الحفاظ على سمعة ومكان عمان على المستوى الخليجي والآسيوي والعالمي أيضا.
منجزات العهد السامي خالدة وخزائن الرياضة العمانية ما زالت تستقبل الإنجاز تلو الآخر. فعندما نتحدث عن الرياضة العمانية فإننا بالكاد نقف على عتبة المنجزات التي تحققت ولا زالت تتحقق، وهذا ما حدث اليوم بتحقيق المنتخب الوطني لكأس الخليج 23، ليؤكد شباب السلطنة أنهم على خطى النهج السامي الذي رسمه القائد المفدى وهم مستمرون في كسب الإنجازات. وهنا يقف الحديث عن التي أهواها عمان، ما أجمله ونحن نحمله أينما حللنا وارتحلنا. اسم عمان هو النبض الذي يأخذ نشوة الروح إلى ما لا نهاية، وحب السلطان هو الروح بذاته. أيام وإنجازات وعمل دؤوب وتسارع في أوتار الحياة لأجل مواكبة التطور، ونحن نغرس كل يوم نبتة حب عمان وحب القائد المفدى، وكل يوم هو ولادة الحب العميق والوفاء الخالص للسلطنة والسلطان. فما تحقق من مكاسب عظيمة لخير شاهد على النهضة المباركة، فبشري قابوس جاء فلتباركه السماء، واسعدي والتقيه بالدعاء. ولا زلنا مشاهدينا الأعزاء في نقل هذه الفرحة العارمة بهذا التتويج بكأس خليج 23. الآن ننتقل إلى دولة الكويت، من هناك معنا الزميل أيمن الفجراني. أيمن، مساء الخير. أيمن، أيمن تسمعني؟ أحمد نعم الآن يصلني الصوت بشكل واضح، تحية لك. نعم نعم أسمعك أحمد. تحية نعم تحية أحمد لكم أسمعك. وتحية للجمهور وتحية لهذا المنتخب. أيمن، صف لنا أجواء الفرحة العمانية هناك في دولة الكويت. الأفراح هنا في السلطنة تعمها من أقصاها إلى أقصاها. بشكل متقطع، ولكن تحية لك ولكل من يتابعنا بكل تأكيد عبر أخبار العاشرة عبر تلفزيون سلطنة عمان. نقول مبارك مبارك فعلا لكل عشاق الأحمر، مبارك لهذا الشعب الكريم، ونهدي هذا الفوز لصاحب الجلالة، أعزه الله وأبقاه وأمده بوافر الصحة والعافية. بكل تأكيد أجواء استثنائية جدا عشناها في استاد جابر الأحمد، كللها بفعلا أحمرنا وجمهور النبض الواحد الذي حضر، وربما تكلف كل عناء السفر لحضور ومؤازرة الأحمر، وربما كان بصوت واحد يهتف مثل ما تابعناه وشاهدناه من خلال القنوات الناقلة فعلا للنهائي، نهائي بطولة خليج 23. فعلا تحقق الحلم أحمد أقول لك، وفعلا هنا سعادة ربما لا يوصفها أو لا تصفها أي كلمة، والصورة ربما أبلغ من كل الكلام. جمهور حاضر صغار وكبار حضروا من أجل هذا العرس الخليجي الذي فعلا تأكد أنه اليوم لا يحب إلا رجال قابوس، وفعلا رجال قابوس اليوم أثبتوا بكل قوة وجدارة أنهم استحقوا هذا اللقب الخليجي. هنا معي مجموعة أيضا من الجماهير العاشقة والمحبة للأحمر، يعني مشاعر جدا مميزة. نقول مبارك فعلا هذا العرس الخليجي وهذا التجمع الذي جمعتنا بها أرض الكويت. الله يبارك فينا وفيك وفينا الجميع إن شاء الله. وهذا الفوز مثل ما قلت أنت مهداة لصاحب الجلالة في المقام الأول، وللجهاز الفني والإداري للفريق وللشعب العماني بأجمع كامل إن شاء الله. كنت حاب تهدي بعض الأبيات بشكل سريع. نعم إن شاء الله. من ظفار العز جينا من مسندم باحترام، نحتفل في دار جابر بالبطولة الخالدة، ما مهم الكاس ملة، همنا هذا الوئام، ما تغيرنا الظروف ولا النوايا الحاقدة، شعبنا شعب العروبة، أرضنا أرض الكرام، يشهد التاريخ عنا والحضارة شاهدة، بيتنا والقلب واحد ما يفرقنا كلام، واختلاف الرأي فينا جاب خير وفائدة، من عمان الحب جينا نحمل الطيبة وسلام، نحتفل في دار جابر بالبطولة الخالدة. جزاك الله العافية وصح لسانك صح لسانك، شكرا. يعني أكيد ربما ستستمر أحمد المسيرات وهذا الابتهاج وهذا العرس الخليجي وهذا الفرح بكل تأكيد، سواء كان هناك على أرض السلطنة أو هنا ممن يتواجد حتى يوم الغد بإذن الله تعالى بدولة الكويت. أعود لك أحمد، وهناك بكل تأكيد العديد من أخبار العاشرة. شكرا لك، شكرا للزميل أيمن الفجراني كان معنا من دولة الكويت. إذا ما زلنا مشاهدينا الأعزاء مستمرين في تقديم نشرة الأخبار،
فاصل قصير ونعود لكم. تحتفل شرطة عمان السلطانية اليوم بيومها السنوي والذي يصادف 5 يناير من كل عام وسط إنجازات مشهودة في مختلف مجالات العمل الشرطي. ويأتي الاحتفال هذا العام بتطلعات وأمنيات لتقديم خدمات مجتمعية أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم ما تحقق لشرطة عمان السلطانية من منجزات خلال العام 2017، حيث تحتفل شرطة عمان السلطانية هذا العام بيومها السنوي الذي يصادف 5 يناير، وهي تواصل خطى التطوير والتحديث والبناء لتعزيز الأمن والطمأنينة والسكينة على ربوع عمان، حيث عززت شرطة عمان السلطانية منظومتها الأمنية والخدمية افتتاح العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية بهدف تقريب الخدمات الأمنية، وطورت من كفاءتها ببيئة إلكترونية متكاملة للارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات شرطة عمان السلطانية. كما واكبت التطور المتسارع في مجال الإنشاءات تطوير العملية التدريبية بدءا من التدريب التأسيسي إلى التدريب العلمي لزيادة العلم والمعرفة والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في كافة مجالات الشرطة الخدمية والأمنية. ففي مجال الخدمات نفذت الإدارة العامة لتقنية المعلومات خلال الفترة الماضية مجموعة من الخدمات الإلكترونية تناولت الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وخدمات المرور وخدمات الإدارة العامة للجمارك وتطبيقات وأنظمة إلكترونية تعمل على تكامل وحدة عمل الشرطة الداخلي وربط خدمات الشرطة مع المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة. ومؤخرا تم تنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية واستحداث الدورية المرورية الإلكترونية، والعمل جارا على تنفيذ مجموعة من الخدمات الإلكترونية المستقبلية. أما في الجانب المروري، تواصل الإدارة العامة للمرور برامجها التوعوية والرقابية على الطرقات لخفض نسبة الحوادث المرورية، وحققت خلال السنوات الماضية من العام 2012 إلى نهاية العام 2017 انخفاضاً في الحوادث المرورية بنسبة 67%. أما في مجال العمل الجنائي، حققت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية نتائج جيدة في خفض نسبة الجريمة خلال السنوات الأربع الماضية بمتوسط يقدر بحوالي 20% سنوياً. أما في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حققت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نتائج جيدة في التصدي للمخدرات بانخفاض عدد قضايا المخدرات بنسبة 63% وانخفاض المتهمين فيها بنسبة 10%. أما العمل الجمركي، عززت الإدارة العامة للجمارك منظومتها الجمركية هذا العام من خلال التوقيع على تعاون في مجال الخدمات الجمركية والإفراج عن البضائع مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة وتعزيز التعاون المشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة بالعمليات التجارية، بما فيها إصدار التراخيص والتصاريح وإجراءات تفتيش البضائع والإفراج عنها. أما في مجال خفر السواحل، تم مؤخرا بقيادة شرطة خفر السواحل إنشاء إدارة تعنى بأمن الموانئ البحرية تختص بحفظ وسلامة الموانئ التجارية والصناعية وتأمين المنشآت والمرافق الهامة بها والتأكد من امتثال جميع الموانئ العمانية للمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ. أما بالنسبة لوحدة شرطة الخيالة، أنشأت وحدة شرطة الخيالة خلال هذا العام فريقاً لحفظ النظام بالوحدة، حيث تم تدريب فريق من الفرسان مع الخيول على عمليات حفظ النظام. هذا أهم ما تحقق لشرطة عمان السلطانية من منجزات خلال العام 2017. دمتم في أمان.
شرطة عمان السلطانية نجحت في تقريب الخدمة وتسريع إنجاز المعاملات للمراجعين والتقليل من التزاحم، خصوصا مع انتشار مباني الخدمات الشرطية في مختلف ولايات السلطنة. تحقيقا للاستراتيجية التي أقرتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات في الخدمات التي يحتاجها المراجعون، ساهم إنشاء العديد من مباني الخدمات الشرطية في مختلف ولايات السلطنة في تقريب الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات للمراجعين. الآن أصبح كل شيء تحت سقف واحد، يعني على عكس ما كان ما كنا عليه سابقا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الخدمات التي تم تقديمها من شرطة عمان السلطانية التي عمت كافة ربوع سلطنة عمان. وتضم المباني الجديدة التي تم إنشاؤها عددا من الصالات لاستقبال المراجعين، حيث خصص عدد من المناضد لتقديم خدمات إدارة المرور وأخرى لخدمات الإدارة العامة للجوازات والإقامة والأحوال المدنية، وقد تم تزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة لتقديم كافة الخدمات. نحن حقيقة يعني سعداء كثير بما وصلت إليه هذه الخدمات وانتشارها في كافة أرجاء البلاد، يعني من أقصاها إلى أقصاها. وتهدف شرطة عمان السلطانية من خلال إنشاء مباني الخدمة في كافة ربوع السلطنة إلى تقديم خدمات شرطية في إطار محطة واحدة يستطيع من خلالها طالب الخدمة أن ينهي كافة معاملاته في موقع واحد وبأعلى معايير الجودة من خلال قاعات للخدمة الشاملة مجهزة بأحدث التجهيزات. كما ساهم إنشاء مباني الخدمات الشرطية في التخفيف على المراجعين من قطع مسافات طويلة لإنهاء معاملاتهم الشرطية بأن وفر لهم الخدمة بالقرب من أماكن سكنهم. المواطنين كانوا في السابق يذهبون إلى نزوة إلى سمايل، وطبعا معاناة، مش كل الناس عندهم الوسيلة وسيلة النقل، فأصبح الآن يعني بين يديهم خدمة واصلة. افتتاح العديد من مباني الخدمات الشرطية في مختلف ولايات السلطنة انعكس إيجابا على جودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، وساهم في دعم مسيرة التطور الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات. المباني تم تزويدها بأحدث التقنيات الإلكترونية المتطورة وتطويعها لمصلحة العمل، بما يؤدي إلى التيسير والتسهيل في تقديم خدمات متميزة كما ونوعا وذات جودة عالية. إنشاء هذه الصروح الأمنية من مباني الخدمات الشرطية في مختلف محافظات وولايات السلطنة ساهم بشكل كبير في تقريب الخدمة لطالبيها والتقليل من الازدحام وسرعة إنجاز المعاملات باستخدام أحدث التقنيات الحديثة. الملازم أول منير بن محمد آل سنان. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وتتابعون بعد الفاصل. شارع الرشيد ببغداد شاهد على أحداث تاريخية وسياسية وثقافية في العراق. منتخبنا الوطني توج بكأس خليج 23 بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بضربات الترجيح. و
فرحة عارمة تعم السلطنة بفوز منتخبنا الوطني بكأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه. وسط إنجازات مشهودة، شرطة عمان السلطانية تحتفل بيومها السنوي والذي يصادف 5 يناير من كل عام. ستة أشواط شملها اليوم الختامي لسباقات الهجن في نيابة حمراء الدروع بمحافظة الظاهرة، السباق الذي حظي باهتمام كبير من قبل ملاك الإبل باعتباره من الموروثات العمانية التي ارتبطت بحياة الناس. إثارة وتشويق رافقت مجريات سباق الهجن على مضمار رفاش بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري في منافسات المحطة الثالثة لمهرجان الاتحاد العماني لسباقات الهجن، وسط مشاركة واسعة من المهتمين بهذه الرياضة من مختلف محافظات السلطنة. يأتي تنظيم هذا السباق حقيقة بدعم من القطاع الخاص، فكل الشكر حقيقة للشركات المساهمة بتنظيم هذا السباق والدعم المتواصل لهذه السباقات، والشكر أيضا موصول للاتحاد العماني للهجن وللأخوة القائمين على هذا السباق. ومع تعالي أصوات أصحاب الجمال والمشجعين، استطاعت مياسة وتشريف وزعفران من الأصايل العمانية من محافظة الظاهرة من حصد الناموس وانتزاع الصدارة خلال الأشواط الثلاثة الأولى لسباق اليوم الختامي. هذه من تراث الأهل والأجداد ولا بد أن يكون تشجيع لهم. أما الأشواط الثلاثة الأخيرة أشواط مفتوحة خصصت لباقي المحافظات، حيث جاءت أوكسيدنتال والشاهينية وأوكسي بالمراكز الأولى، ليختتم بعدها السباق بتكريم المراكز المتقدمة في جميع الأشواط. خليفة بن محمد الشماخي من مضمار رفاش بنيابة حمراء الدروع ولاية عبري محافظة الظاهرة. سوق الأسماك بولاية الخبورة من أنشط الأسواق على مستوى محافظة شمال الباطنة، وقد بدأ قبل فترة في تطبيق نظام المزاد أو ما يعرف محليا بالمناداة في سبيل تنظيم عملية البيع والشراء. تتباين وجهات النظر في مدى جدوى هذا المزاد، ويرى الكثيرون أنه لا يراعي مصلحة المستهلك. هكذا تجري المنادات على منصة المزاد في سوق الأسماك بالخابورة. الدلال يرى فيها تنظيما مناسبا للجميع. أول صوت للمتحلي، أول دور، والمناداة هذه تم تسجيل كلها في الفواتير، والفواتير تروح للوزارة تراجعها الوزارة مرة ثانية. أكثر للمتحلين، هم معطينا 20% للمتحلي ويمكن يشيل 40 أو 50%. الآن أمامكم، أمام الناس كلها، يعني واضح. شاب عماني وجد رزقه في هذا المكان، يواكب ما يجري في تفاصيل السوق، لكنه يرى لتنظيم المناداة شيئا آخر. لو هالجماعة سووا المزاد بالجملة ما راح يرتفع سعر السمك مثل ما هو مرتفع الحين، لأن القماط يريد أو بايع السمك يريد والمتحلي يريد، فهنا يصير المزاد أكثر يرتفع سعر السمك. ومع هذا التنوع في الأسماك والحركة النشطة من جميع القرى والولايات المجاورة، لا يبدو المستهلك في رضا عن هذا المزاد اليومي أو المناداة. بيجر على الحلال بيحط حلاله، وقال أنا ما ببيع. طيب زادوا القماط، زادوا المتحلي، صبحنا اليوم احنا هلكانين. القماط يوم يجي من هناك ويتواقفوا كلهم، يجي جاي بالصيد ثم يزابنون، نحن واحنا مستهلكين من جبرنا ناخذ ونزابن، شو ما يزابنون هم، لان هم ياخذوا السمك عنا ويبيع هناك فوق اللوح على ما يبقى، يقول لك كانت باب كذا كذا ما تبى اروح. ينص نظام البيع هنا بان 20% من مجموع الاسماك المعروضه من كل دفعه تكون مخصصه للمستهلك وليس لبائع الاسماك، فهل يتحقق ذلك بموضوعيه؟ هذا الكلام ما في صحه. حن محطاينا كقماميط نسبه، والمتحليه محطاي لهم نسبه،
حتى بعد في أوقات المتحلية يأخذ أكثر من نسبة نحن زيادة. وعلى بعد أمتار من منصة المناداة يوجد مكتب لدائرة التنمية السمكية لمتابعة سير العمل اليومي في السوق، فماذا يرى المعنيون فيه؟ بعد تطبيق نظام الدلالة في سوق الأسماك والخابورة وجدنا أن تنشيط في الحركة التسويقية للأسماك، البيع والشراء، زيادة حجم الإنزال بالنسبة الداخلي، وبالنسبة أيضا استقطاب كميات كبيرة من الأسماك سواء من المحافظة أو المحافظات الأخرى. مع النشاط اليومي لسوق الأسماك بولاية الخابورة وارتفاع صوت المناداة، تفرض بعض الأسئلة نفسها، هل المزاد اليومي يسير لصالح المستهلك أم لصالح الصياد أم الدلال؟ وهل تتحقق المصلحة العامة؟ نطرح الحقائق لكننا لا نملك الإجابة. عبد العزيز بن حمد العجمي، ولاية الخابورة، محافظة شمال الباطنة. والآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل أحمد الهنائي. أحمد، نرحب بك، وأنا شفتك على أعصابك، يعني الآن تنفست الصعداء. في الأول نبارك لكم هذا الفوز وللمنتخب أيضا بطولة كأس الخليج 23. استحق المنتخب أعتقد من وجهة نظري، استحق هذه البطولة بالفعل. أداء مستقر من البداية إلى النهاية، يعني كسبنا يعني شيئين، المنتخب، هذا المنتخب الجدير إن شاء الله بالثقة الاستحقاقات القادمة فعلا. وهذه الكأس فعلا. يعني المرة الكأس الثانية، الكأس الثانية تضاف طبعا إلى خزينة الكؤوس في بطولة الخليج، كذلك هذا المنتخب ناشئ وإن شاء الله في المستقبل مزيد من البطولات. جميل. ننتقل من الرياضة إلى الاقتصاد. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم مشاهدينا. انخفض سعر نفط عمان اليوم بتسليم شهر مارس المقبل 14 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ 65 دولارا و42 سنتا للبرميل حسب ما أفادت به سوق دبي للطاقة. وكان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر يناير الجاري قد بلغ 60 دولارا و79 سنتا للبرميل. تسعى السياسة الاقتصادية العمانية إلى تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية من صناديق التقاعد، وتعتبر أموال صناديق التقاعد بديلا تمويليا للمشروعات الوطنية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية، كما تساهم في تقليل الضغط على الإنفاق العام للميزانية العامة، وتشارك هذه الصناديق في برامج الحماية الاجتماعية، وتعتبر وسيلة مثلى إذا حسن استغلالها في رفد الاقتصاد الوطني من خلال توزيع الاستثمارات وتنويعها. ويعد صندوق تقاعد وزارة الدفاع أحد أهم الصناديق في الآونة الأخيرة، إذ يحرص المشرفون عليه على الالتزام بقواعد الاستثمار الآمن الذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني وخططه الخمسية المتعاقبة. كشفت بيانات تقديرية مبدئية أن معدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بلغ 1.4% الشهر الماضي، وذلك بسبب انخفاض معدلات الزيادة في أسعار الطاقة، ويصل المعدل السنوي للتضخم المستهدف من البنك المركزي الأوروبي إلى أقل من 2%، وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى 3%، والغذاء بنسبة 2.1%. سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم، مع تطلع المستثمرين إلى خير تسارع وتيرة نمو الأجور. وصعد مؤشر داجونز الصناعي 52 نقطة أو ما يعادل 21%، كما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.21 أو ما يعادل 30%.
كما سجلت الأسهم اليابانية في تداولاتها الصباحية اليوم ارتفاعا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وصعد المؤشر الياباني القياسي بمقدار 41 نقطة فاصل 45، أي ما نسبته 18%، ليصل عند مستوى أكثر من 23,000 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 44%. ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة. الصفوة طازج وصحي. يعتبر شارع الرشيد أحد أهم شوارع العراق التاريخية والأثرية، والذي يحتفظ بين جنباته بالعديد من الأحداث السياسية والثقافية التي شهدها الشارع. ويسعى العراق لضم هذا الشارع إلى لائحة التراث العالمي اليونسكو. احتفل العراقيون عامة والبغداديون خاصة بالذكرى المئوية لتأسيس سيد شوارع بغداد كما يطلق عليه، وهو شارع رشيد الذي يمثل أصل بغداد ويحتفظ بالكثير من أحداثها التاريخية على مدى 100 عام، إضافة إلى معماريته الفريدة ذات الخصوصية والجمالية بعد أن تصدر شوارع بغداد بطابعه الحضري. شارع الرشيد اللي كان يمرون بكل جميع الوزراء المتعاقبين والمظاهرات كانت تنطلق من شارع الرشيد، هو الوحيد كان بغداد. كان يسمى هذا الشارع خلال الحكم العثماني باسم شارع خليل باشا جاداستي، على اسم حاكم بغداد آنذاك خليل باشا وقائد الجيش العثماني. يضم الشارع الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات جوامع بغداد التراثية كجامع الحيدر خانة الذي شيد عام 1819، وجامع مرجان وسيد سلطان علي وحسين باشا، إضافة إلى الأسواق البغدادية المهمة كسوق هرج وسراي. طبعا شارع رشيد يمثل ذاكرة لجميع العراقيين وليس فقط سكان بغداد، لكن سكان بغداد لديهم خصوصية لهذا الشارع كونهم كان الشارع رئة يتنفسون فيها، كان هنالك السواح والأجانب وشركات السفر كلها موجودة في شارع رشيد. في عام 1932 عندما تشكلت الدولة العراقية الحديثة، تشكلت لجنة عليا لإعادة تسمية الشوارع، ومنها هذا الشارع حيث أطلق عليه شارع الرشيد. مرت عليه سنوات عجافة جعلته يغيب ويغتال بسبب الإهمال الكبير، لكنه عاد ليصحو شيئا فشيئا بعد الاهتمام الخجول لأمانة عاصمة بغداد فيه، لكن المحاولات لضمه إلى لائحة التراث العالمي لم تنتهي بعد. مطالب انضمامه إلى لائحة التراث العالمي لم تأتي من فراغ، فهو يحمل بين طياته تاريخ العراق السياسي والثقافي والفكري. لتلفزيون سلطنة عمان ناغم التميمي، بغداد. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا الآتي: أفاد مراسل القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان أن الإصابات التي وقعت بأستاذ جابر الرياضي هي بين الخفيفة والمتوسطة، وأن عدد الجماهير التي سقطت لا يتجاوز 12. ومعنا لمتابعة هذا الموضوع من دولة الكويت سعادة الدكتور عدنان بن أحمد الأنصاري، سفير السلطنة لدى دولة الكويت. سعادة الدكتور، مساء الخير. مساء النور، مرحبا، أهلا بكم، حياكم الله. سعادة الدكتور، بعد المباركات لكم بهذا الفوز وللجميع، لو تطلعنا على آخر التفاصيل لديكم من ما حدث هناك قبل قليل من تساقط لبعض المشجعين في استاد جابر الأحمد، عن الإصابات. نعم سعادة الدكتور. نعم، أول شيء مبروك لعمان الفوز إن شاء الله،
وفي نفس الشيء ثانيا أنا أحب أطمن الأهالي كلهم إن شاء الله الإصابات ما بين الطفيفة والمتوسطة وكل الإصابات أغلبتهم تم إسعافهم إلى المستشفى الفروانية، والآن أنا في طريق المستشفى الفروانية وراح إن شاء الله أوافيكم لاحقا بالمستجدات. ولأحب أطمنه كمان اللي هي الإصابات تقريبا عدد المواطنين الذين سقطوا نعم. من هذا التدافع على اللوح الزجاجي أو الحديد اللي وقع بهم نتيجة تدافع معين، فهم تقريبا أتوقعهم يعني يفوقون 20 إصابة تقريبا أو من 20 إلى 30 نعم. وأنا الآن راح أأكد العدد إن شاء الله في المستشفى، راح المستشفى الفروانية بعد ما تم إسعاف كلهم نقلهم إلى المستشفى الحمد لله. سعادة الدكتور بالنسبة للارتفاع، هل الارتفاع شاهق؟ لا الارتفاع أعتقد تسميه حدود مترين، ما بين مترين ونص كذا لا أكثر نعم. إذا طبعا نتيجة هو صارت الإصابات نتيجة تعرف تدافع يعني وقعوا فوق بعضهم بعض نعم. وطبعا أغلبية الإصابات هي جروح زجاجية نتيجة لأن في لوح زجاجي هو الحاجز من ضمن الحواجز يعني نعم. إذا إن شاء الله الحدايد انفكوا من بعضهم بعض نتيجة التدافع هذا، لأن هيش اللي يسلم لياك الجمهور تفاعل مع اللاعبين لما راحوا لهم على الناحية مثل ما شاهدتوا أنتوا في التلفزيون، فالجمهور تفاعل مع اللاعبين ومع المسؤولين يعني. ولكن مرة أخرى أيضا للتأكيد ولطمأنة الجماهير هنا أيضا في السلطنة، نود منك التأكيد على أن الإصابات سعادة الدكتور لم يصلكم أي إصابات يعني كبيرة في هذه الجماهير التي سقطت. أنا بنفسي لما وقع كنت أنا في نفس النقطة، فعلى طول أنا باشرت نادينا الإسعاف ونادينا الشرطة ونادينا اللي يقدرون يعملون إسعافات أولية، وعلى طول ما شاء الله يعني الإسعاف وصلت بكل سرعة وموجودة وتم نقل الحالات أغلبيتها، باقي الحاجات أو الحالات اللي هي البسيطة جدا هي الآن يتم إسعافها في اللحظة هذه، حتى ممكن أنت الآن تسمع صوت الإسعاف وأنا أكلمك. الحمد لله. إذا نتمنى إن شاء الله وأنا نعم. إن شاء الله رايح يعني أكد لكم إن شاء الله من المستشفى بإمكانكم تتصلوا بي بعملها. سنكون على تواصل مستمر سعادة نعم الدكتور معك إن شاء الله 24 hours بإمكانكم تعطونا حتى المواطنين لا مانع لدي إن شاء الله. نتمنى للمصابين إن شاء الله الشفاء العاجل. شكرا لسعادة الدكتور عدنان بن أحمد الأنصاري سفير السلطنة لدى دولة الكويت. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. منتخبنا الوطني توج بكأس خليج 23 بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بضربات الترجيح. فرحة عارمة تعم السلطنة بفوز منتخبنا الوطني بكأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه. وسط إنجازات مشهودة شرطة عمان السلطانية تحتفل بيومها السنوي والذي يصادف 5 يناير من كل عام. شكرا لكم مشاهدينا، وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.